يعيش في الريف والبعض يعيش في المدينة، البعض يحب حياة الريف حيث الهدوء والسكينة. لكن حسام يحلى في أي زمان وفي كل مكان، يملأ الدنيا حنينا. يعمل الناس في المكاتب أو خارج المنزل يعملون، حتى في أبنية ضخمة أو في معملهم ينتجون. لكن حسام يحيا في أي زمان وفي كل مكان، يملأ الدنيا حنينا. لكن حسام